ايه قولي رأيك بصراحة. أصلاً أحلى رز بلبن كلته في حياتي. ايه ده؟ ده مش رز بلبن يا بابا، ده رز بالخلطة. ايه والله؟ أيوه استنى أذوق. يا لهوي شكلي حطيت سكر بدل الملح. ده جت على كده، ده انت كمان حطيتي بن بدل الفلفل الاسود. فضحتينا. طب وغلاوتك انت واخواتك، ان دي اطعم لقمه انا اكلتها في حياتي. عارفه سما؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.